لأن الدولة تستفيد، لأن عندما يتم القضاء على الإسراف والهدر الدولة تستفيد من خلال إيقاف صرف أموال على هدر ليس لمصلحة أحد. هناك هدر يساوي بحدود 40% من الطاقة الكهربائية المنتجة، هذا نصرف عليه وننتجه ونولده والدولة تدعم فيه، وهو يذهب هباء منثورا، لا يذهب لخدمة مواطن. ولهذا إيقاف الهدر يعني إيقاف الدعم من موازنة الدولة بدون مبرر، أو تقليص الدعم بنفس النسبة. ولهذا الدولة مستفيدة، المواطن مستفيد، ووزارة الكهرباء تكون مستفيدة أيضاً.